بعد ما تعمل الشويه الحلوين دول وتيجي تقول له بقى شو اب بندز دلوقتي، هتلاقي ان انت ايه كميتا دبلومه بقيت موجود على اوفر الريسبي دي، يعني الريسبي اللي اسمها ار بي اي داش يو بوت داش سي اس ار بقيت انت بتوفر رايت عليه. هتعمل الحبشتكنات بتاعتك وتحتاج تيست تكريت ايمج كويس، والتست هتست ازاي؟ توقف اليو بوت زي ما انا بعمل وتطبع كده الاي بي. باي ذا واي انا بس اي بي ادرس 2 ده عشان كنت مسدت هنا اي بي ادرس 2، لكن ده مش هيشتغل معاك، لازم يبقى اسمه اي بي ادرس اللي هو اي بي اي دي دي ار يعني. فهتلاقوا حتى بعد كده اي ثينك ان انا ضايف لكم صوره اهي كويس اي بي ادي دي. طيب ف تتست تتاكد ان انت الراجل شغال معاك وتمام، وتتشك ان التي اف تي بي كوماند اه دي مرحله التستنج. انا واحد من الناس برضو وانا شغال مش هروح اكتب كل الكوماندز دي مره واحده كده وبيلد ايمج واشتغل، لا انا محتاج اتاكد اصلا ان الكوماند دي بتتسبورت في اليو بوت، ممكن اليو بوت اللي طالع ده انا محتاج اعمل له باتش يعني او اكونفيجره، يعني ممكن يبقى التي اف تي بي از كوماند مش موجود اصلا تمام، فانت محتاج تتست الكلام ده. طيب فدي من ضمن الايه النصيحه هنا، ان انت هتلاقيني ايه مش كاتب كل الكومنتس مره واحده، لا كتبت اتنين بس كده بتشك ان الدنيا موجوده، التي اف تي بي موجود اللي انا هعتمد عليه بعد كده، وبعد كده ارجع ابديت الايه السي ام دي فايل بتاعي وارد الايمج. طيب انت كده خلصت شغلك من ناحيه البوردر، بس مش هتعرف تتست ليه؟ لان انت ما عندكش باك اند، يعني ما عندكش سيرفر عليه الحاجات دي، فانا محتاج دلوقتي ان اللابتوب بتاعك يشتغل سيرفر، يبقى سيرفر احمل من عليه فايلات، يبقى تي اف تي بي سيرفر. فانت هتمشي مع الكومنز دي، هتخلي اللابتوب بتاعك ايه تي اف تي بي سيرفر في اللوكيشن ده، انك انت هتسطب شويه نيدز، هو هايبر لينك بقى دوس عليه هيوديك للويب سايت، ابتدي خد كوبي بيست بقى تمام. طيب فهتبتدي لو انت واخد بالك اصلا الموضوع فيري سيمبل، ده الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس فايل، هتلاقي هنا بيحدد السيرفيس ان هو هيشتغل يو دي بي على بورت فلاني، هي مش عارف اي يوزر ياكسس السيرفر في اللوكيشن العلاني، بعد كده بيميك داير اهو بيغلي المود بتاعه 3 ساعات عشان اي حد يقدر يريد ورايت بتاعه مش عارف ايه، ويخلي اللي تشاون او اليوزر اكسس نو بادي بحيث ان ايه اي حد يقدر ياكسس الحاجه دي. طبعا ده از نوت سكيور انف، ذاتس واي ان احنا ايه شغالين من على اللابتوب التاني. بعد كده بتريستارت الايه السيرفيس بتاعتك والتست، تتست ازاي؟ خلاص حط الايمج بتاعتك الكيبل بتاعك سوري الاس دي كارد فلاشها وتست، هتلاقي فعلا ان اليو اي ايمج هتتلود والكيرن والديفايس 3 باينري برضه هيتلود، يبقى انت كده نجحت، بس بعد كده هيكراش كويس، وهنتكلم ليه هيكراش دلوقتي. طيب طبعا انا عامل سكريبت كده بسيط يوتوميت الهري اللطيف بتاع الفلاشنج ده، اي ثينك ان انا كنت شرحته في على اليوتيوب في الباش سكريبتنج، اه هو مش هتلاقوه لو كده من لا هو هنا صحيح 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 اه. فالسكريبت ده لطيف جدا بيسهل الدنيا شويه، في الاول طبعا محتاج انا الكومنتس دي لكن بعد كده شلتها، بس خليني اوريك بس السكريبت سريعا يعني. انت لما تيجي تمبلمنته بتدي اسم السكريبت، بعد كده فلاش بيبتدي هنا دي الدايركتوري اللي موجود فيه الايمج، هنا بيريد لينك ليه امبلمنت الكوماند ده عشان ما اقعدش اشرحه، انت عارف ريد لينك طبعا بيبتدي ايه يجيب لي بس اسم الفايل يعني فببتدي لان ده في الاخر سيمبوليك لينك، انت عارفين ده سيمبوليك لينك بيشاور على اخر ايمج اوبس، ده سيمبوليك لينك معلش ما خدتش كوبي بيشاور على اخر ايه اخر ايمج كريتد، فانا لو عايز اجيب الايمج ذات نفسها مش السيمبوليك ببتدي ايه بالريد لينك. طيب بعد كده دي اليو اي ايمج، بجيب اليو اي ايمج بجيب الديفايس 3 باينري وبنقلهم، لو انت خدت بالك بنقلهم في المكان اللي فيه الايه اللي فيه السيرفر
وبعد كده هنا بستخدم الكوماند بتاع الدي دي دي عشان افلاش الايه الميموري كارد بتاعتي. يعني الموضوع فيري سمبل. ماشي، حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اللي لحد دلوقتي احنا كده اللي احنا عملناه اول فيتشر من البروجكت، النتورك فايل سيستم. ايه فكره النتورك فايل سيستم بشكل عام؟ انك انت عندك كلاينت وعندك سيرفر. البورده بتاعتك هي الكلاينت واللابتوب هو السيرفر. البورده لما انت تيجي تعمل ال اس من اليوزر سبيس بتاكسس في الكيرنل حاجه اسمها فيرتشوال فايل سيستم، في اف اس. الفيرتشوال فايل سيستم ده هو اللي بيخليك تقدر تانتر اكت مع الاكس تي 4 اللي هو لينكس فايل سيستم فورمات، او انك انت تقدر تاكسس فات 16 وفات 32 والان تي اف اس، سوري، وال اسمه ايه التاني ده؟ نسيت اسمه. والهارد ديسك والام في ام اي وكل الحاجات دي، فبيخليك تقدر تاكسس الايه؟ الفايلنج ميكانيزمز كلها او الفايلنج الجوريزمز كلها. طيب من ضمنه برضو بيفهم النتورك، بيفهم يعني النتورك يعني ايه؟ يعني يقدر يطلع از كلاينت يروح يكلم السيرفر اللي هناك ده ويشوف الفولدرات والحاجات ويبتدي يترجمها لك على هيئة ايه؟ فايلات. ففعلا انت بتكلم الكلاينت والكلاينت بيبعت عن طريق التي سي بي والاي بي ستاك، من خلال بقى ان في درايفر، مثلا الدرايفر ده ممكن يبقى ايثرنت او واي فاي، بيبتدي يطلع يكلم الايه؟ الدرايفر هنا، والدرايفر ده بيطلع على النتورك ستاك. وبرده في فيرتشوال فايل سيستم هنا، برده الفيرتشوال فايل سيستم ده بيبتدي يريبريزنت لك انا كلابتوب الهارد ديسك بتاعي. في نفس الوقت في هنا ان اف اس سيرفر اللي هو بدوره هيبتدي ياخد من الهارد ديسك بتاعي بقى دلوقتي ويبعت للراجل ده. كويس، ده فكره النتورك فايل سيستم، ان انت اليوزر سبيس بتاعك كله قايم على نتورك. اوكي طيب، انا هنا بامبلمنت معاكم الستبس دي ستيب باي ستيب. فاول حاجه هنا بتسطب ال ان اف اس كيرنل سيرفر، بعد كده بتميك داير يبقى اللوكيشن اللي انت عايزه يبقى هو النتورك فايل سيستم بتاعك. بعد كده بتبتدي تكتب الكوماند ده، ان انت بتجيب الايمج بتاعتك، ده الايمج اهو دوت تار دوت بي زد 2، ده سوري مش الايمج، ده الروت فايل سيستم از اوفر رو. فبتجيب الروت فايل سيستم كله في اللوكيشن اللي هو ايه؟ طبعا ده السي هنا بتغير اللوكيشن، اتفقنا تار، وده السي بتغير اللوكيشن، وتكمله للصوره اللي مش كامله هنا اللي هو ايه؟ تلدا سلاش ان اف اس روت، يعني باكستراكت الفايل ده هنا اهو. كويس زي ما انتم شايفين كده، بس تيك كير ان انا محتاج وانا باكستراكت ما اكستراكتش باليوزر اللي اسمه معتصم، لان البورده ما عليهاش معتصم، البورده عليها روت. فانا عايز الفايل ده وهو بيكستراكت الحاجات اللي تنزل هنا تنزل بالبرميشنز بتاعتها. فذاتس واي ان انا بنعمل حاجه اسمها ايه؟ داش داش سيم داش اونر. اوكي؟ طيب حلو جدا. خلاص يبقى انا كده عملت اكستراكت للايمج اللي بتطلع من اليوكتو في اللوكيشن بتاع السيرفر بتاعي، كل ده على اللابتوب. اخر ستيب ان انت محتاج تدي بيرميشن زي ما كنت هناك بتعمل نو بادي، بس هنا بقى بتدي بيرميشن للنتورك فايل سيستم ان اللوكيشن ده بالذات يقدر اي حد ياكسسه. فانت بتفتح الفايل اسمه اكسبورتس، بتفتح الفايل اسمه اكسبورتس ده، وبتبتدي تضيف الباس بتاعك، بعد كده اللاين اللي انت شايفه قصادك ده، اوكي، اللي هو ايه؟ ريد رايت بيسينك اول باول نو روت سكواش اسف، دي معناها اي هوست نيم جاي لك ياكسسه. كويس، ده كده الايه اللي انت الفايل ده اللي بتضيفه ده. خليني اوريكم سريعا. فاذا انا لو هنا فتحت سلاش اي تي سي اكسبورتس هتلاقي فعلا اللاين ده مكتوب اهو. اوكي طيب حلو جدا يا عم. هو انا هندسه، لو سؤال بس، انا لو غيرت الاكسس او الاونر شيب بتاعت الفايل ده خليته نو بادي، هو بي ايكوفالنت نفس الكود اللي انا السطر اللي انا لسه حضرتك كاتبه دلوقتي؟ لا لا لا، ده كده بيريليت بالنتورك، بالكيرنل نتورك فايل سيستم، التاني بيريليت للفايل بيرميشن.
يعني ده الدرايفر بيبتدي انتر اكت مع الفايل بالبرميشن دي. اه تمام، يعني ملوش اقص. تمام. بالظبط زي بالظبط لو بنيجي نتكلم على مستوى اللابتوب او الجهاز بتاعك، فانت عندك فايل مهم جدا اسمه اف ستاب. اف ستاب ده بيقول مثلا ان ده الروت فايل سيستم، وان الفايل ده مثلا فين، هتلاقوا كلمه هتلاقوا عشان نقول باليو اي اي بي. بصوا الفايل تايب، بعد كده الماونت بوينت، بعد كده التايب. التايب ده بقى ذات نفسه اللي هو الاكس تي 4 سوري، بعد كده الاوبشنز دي. الاوبشنز دي كويس، انت هنا ممكن تيجي في الاوبشن دي مثلا تعمل ار او. ار او دي يعني ريد اونلي، مش ري ماونت داش ريد اونلي، لا ريد اونلي على طول. فده معناها انك عملت غيرت البرميشن وخليته ريد رايت الفايل، مثلا خليته ريد ورايت واكسكيوت. بس الروت فايل سيستم كله اتماونت على انه، لو افترضنا ان هنا ار او بس، فالماونت فايل سيستم كله اتماونت على انه ريد اونلي، فمهما عملت مش هتقدر تغير في فايل معين. فدي فكره ان الدرايفر ذات نفسه واخد كونفيجريشن معينه مش الفايل. ان الماونتنج، او خليني اقولها بشكل الطف، الماونتنج بوينت ذات نفسها معموله ازاي. اي ثينك ان احنا على البورد دلوقتي، فممكن نلاقي الموضوع في الاف ستاب الطف شويه. اهو الديفولت دي معناه ان انت بتريد وترايت وتكسكيوت. لكن لو دي اتغيرت وضفنا مثلا في الايمج اندرسكور فيتشر بلس ايكوال ريد اندرسكور اونلي، لو احنا ضفنا دي في الايمج هتلاقي ان هنا مكتوب ايه، ار او تقريبا هنا والله. هنا هتلاقي ار او. ار او دي معناها ايه بقى؟ انك انت اتشقلب، مش هتعرف تعمل حاجه في البورده. تمام، مع ان في ليه بيرميشن ريد ورايت اكسكيوت، بس هو لما تماونت خد اوبشن ايه، داش ريد رايت ولا داش ريد اونلي. فاهمني؟ تمام هنا بس. لا هو هنا اهو، يعني مثلا ده بيموت ايه، ريد اونلي. اوكي طيب، بعد كده هتحتاج تراستر بس ال NFS سيرفر بتاعك عشان يقرا الكونفيجريشن فايل الجديد. وبالشكل ده هتلاقي فعلا اتفتح على اللابتوب بتاعك شويه ديمونز شغاله في الباك جراوند عماله تلسن، في حد جاي ولا لا، في حد جاي ولا لا. وانا هوريك، يعني اوريك ليه، ما اوريك دلوقتي ورايا اخلص نفسي. انا دلوقتي لو انا دلوقتي هنا، خليني افتح تيرمينال بالجنب كده، او خليه هو يفتح لي براحته، حبيت اعمل سويتش على توصل مش عارف ايه، كويس. وبعد كده يلا باشا ننام بدري. زعلان ليه؟ ماشي، تعالى بعد كده نعمل اف كونفج، نشوف بس اسم البتاع ايه اهو. تعالوا بقى نعمل تي سي بي دم باش اي على ده. كويس، تعالوا بقى ايه، بصوا انا دلوقتي انا عارف تبقى شركه بقى زي اللي جايبينك بقى. ماما دلوقتي انا لما اجي اعمل ال اس، يعني انا عايز اعرض بس الفايل سيستم عندي. بصوا ايه اللي بيحصل بعد كل دي تريسز، يعني صغر كده كل ده. انا باي ذا واي الكومنت بتاع تي سي بي دام اتكلمنا عليه قبل كده، ان هو بيتراك الايه، الباكيتس اللي رايحه على الايثرنت ده، وده اللي انا مستخدمه للبورده. تمام طيب، فشفت انا لما عملت ال اس، بص كل دي نتورك فايل سيستم، نتورك فايل سيستم بقى في سد رد رايح ما بينهم هما الاثنين عشان بس يقدر يعرض له الايه، الفايل. برضو لو انا جيت اكريت فايل اهو، تاتش فايل تو تكست، هتلاقي بص في ايه، شويه باكس عماله تروح تيجي وتروح وتيجي. تمام طيب، هو كده هندسه بيبعت له الباينري، ولا هو بس جاست بيوري له الروت فايل سيستم وخلاص؟ بيبعت له الباينر يعني، لا يعني بيوري له السكشن بتاع الاصفار وحايد، والفايل سيستم هناك بيبتدي يفهم ده ويعرضه. ايوه، اكنه بيماونت بس بشكل فيرتشوال، يعني ما هو مش ده اللي بيحصل. ما هو ما انت يا ريس في ايه، ما انا عملت كده اول لما دخلت اهو، ماونت بتوري لك كل الماونت بوينت، فهو بيعمل ماونت فعلا بس باستخدام النتورك فايل سيستم. تمام. يعني التايب بتاعك دلوقتي مش اكس تي 4، لا نتورك فايل سيستم.
فانت كل ما هتيجي تعمل اي كوماند ال اس تاتش ميك داير كات اي حاجه هيروح يعمل ترانسميت على التي سي بي عشان يروح يكلم الدرايفر هناك بتاع النتورك فايل سيستم يفهم منه هو عايز ايه، بعد كده يرجع يرد عليه تاني. فده اللي ممكن يخلي العمليه بطيئه شويه، بس انت حرفيا انت حر. انا ما بفلاش في الميموري دلوقتي، ما بعملش، ما باخدش الاس دي كارد واعمل لها فلاش. ليه؟ خلاص انا اليوزر سبيس بتاعي هنا، عايز اريبلي، عايز اضيف باينري، عايز اعمل اي حاجه اضيفه في النتورك فايل سيستم بتاعي هنا اهو. عايز اغير الكيرنل، عايز اغير الديفايس تري باينري، اروح اغير اللي في التي اف تي بي بوت هنا اهو. طيب نكمل. اذا انا دلوقتي قدرت ان انا اخلي